على فكرة العالي مهم ولا الواطي مهم؟ عشان بس انا مش ارمي النقطة دي، لا العالي هو الخطير، هو اللي يعمل مشكلة. الضغط المنخفض ما طب فيهوش مشكلة. والواطي؟ قال لك الواطي ده اساسا مش مرض، يعني ما فيش مرض في كتب الامراض. في كتاب كده اسمه كتاب الباثولوجي او كتاب الامراض الطبية، بناخده في سنة ثالثة. في امراض مش عارف، امراض في العين، مية بيضة، امراض في السكر، امراض مش عارف، ما فيهوش مرض اسمه ضغط واطي، ما فيش، ده مش مرض. الضغط العالي هو اللي مرض، لكن مفيش مرض عندنا في الكتب اسمه ضغط واطي. امال الضغط الواطي ده ايه؟ ده عرض، عرض لوجود حاجه تانيه غالبا زي الانيميا. يعني الانيميا توطي الضغط، قله الاكل يوطي الضغط، واحد بيلخبط نومه الروتينات فيوطي الغلط. الضغط، ريجيم بزياده، ما افطرش كويس يوطي الضغط. لكن هل وطي الضغط ده مرض واديله علاج يعليه؟ غلط. اوعى لو شفت واحد ضغط واطي وبياخد علاج يعلي الضغط امسكه طب دي اضربه، حاجة مهمة لان دكتور. الضغط الواطي ده ميزه. ليه ميزه؟ لان القلب اللي هو بيزق كده في الضغط العالي بيزق كده، يعني قدامه ما ضغط بمجهود. طب في الضغط الواطي بيزق كده، ده مريح، مش ده مشكلة. بيدعي لك، ده بيقول لك كتر خيرك، تقوم انت تديله دواء يعليه، خليه واطي. ده الواطي ده ميزه، ما دام هو واطي ومش مضايقك في حاجه. في ناس ماشيه 90 60 وفي ناس ماشيه 170، ما دام هو مش مضايقه ولا مدوخه ولا حاجه. طب وان كان مدوخه ولا مضايقه ولا بيخليه يهبط، ما يعالجوش كضغط، ما ياخدش ادويه والنقط والحاجات اللي بنشوفها دي كنت بتعلي لسه الضغط، اقول حضرتك ياخد النقط. الادويه اللي تعالج سببه. طب هو ايه اكتر سبب يعمل ضغط واطي؟ قال لك الانيميا. الانيميا. نديله بقى فيتامينات حديد، نشوف الانيميا جاله منين، بيخر دم من سنانه والمراخير ونظبط له سنانه، يروح لدكتور بتاع اوعيه دمويه يديله ادويه مقويه للاوعيه الدمويه، الدوره زياده مركب بقى لولب مثلا، فتغير اللولب تغير الوسيله، مش عارف عمل عمليه فنزف في بعين الدم. المهم ان الضغط الواطي سببه اكتر الانيميا او لخبطه النوم، لان ربنا سبحانه وتعالى مرتب لنا ان وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالواحد عايش سبحان بالنهار، الله. طب هل دي بتفرق في الجسم؟ طبعا. ربنا خالق هرمونات بتطلع بالنهار ما بتطلعش بالليل. زي مين يا دكتور؟ زي هرمون الكورتيزون، بيطلع من الغده اللي فوق الكلى، والهرمون ده الغدة وظيفته الكظرية. الغده الكظريه او الغده الفوق كلويه، بتطلع الهرمون اللي هو الكورتيزون ده بكميه قليله، تخلي الواحد نشيط وصاحي ومصحصح ويعرف يشتغل ويحصل تمثيل غذائي جوه الجسم. بيطلع بقى مع الصحيان ويروح مع النوم، يعني تلاقيه اعلى حاجه الكورتيزون ده الصبح الساعه 4 5 6 الفجر. عشان كده الفلاحين يصحوا الساعه الفجر، وربنا امرنا ان احنا نصلي الفجر صحيح. فرض، وبعدين يفضل عالي عالي ما شاء الله. تخلص بقى شغلك 8 الصبح 9 10 11 12، على الظهر كده يقل قوي اللي هو وقت القيلوله اللي تلاقي الناس كلها نايمه وموخمه، وبعدين يزيد تاني بعد الظهر بساعه كده، وبعدين يفضل زياده كده لحد المغرب، ومن بعد المغرب والعشاء تلاقيه نزل اللي هو الوقت اللي المفروض انام فيه. عشان كده تلاقي الطالب اللي يذاكر بالنهار بعد الفجر يركز، يذاكر بالليل ينسى كل حاجه. صحيح. لذلك بقى اللي يسهر كتير ويقلب نومه يبقى سهران طول الليل وطول النهار صاحي، ما فيش كورتيزون، قصدي طول النهار نايم وطول الليل صاحي وما فيش كورتيزون، فتلاقي ضغطه على طول واطي. فده مجرد تقول له ظبط نومك، ظبط حالتك النفسيه، خد فيتامينات، ظبط الانيميا، تروح الضغط الواطي.